رهيبة، اللعبة فيها غموض رهيب. أنا عارف مش عارف إيه دي، بوابة دي ولا بوابة إيه دي؟ بوابة الخلود دي ولا بوابة الجنة دي ولا بوابة إيه؟ حاجات كده، باب نور كده وفي مكان مش عارف إيه هو، وأنا بطير وبستمد قوتي من السحاب ومش عارف منين، وقوم ولع لك شمعة نورها مستنيك في عيونه، دمعة مسحها بإيديك. حاجات غريبة كده، لعبة غريبة جدا شداني بطريقة فظيعة، يعني عاملة لي حالة من الفضول. أنا عمال مستمر إن أنا بلعب اللعبة، أنا مش فاهم أنا بعمل إيه في الغالب، لكن أنا بعدي فيها مراحل وما زلت مستمر في اللعبة ومكمل فيها، معرفش ليه، معرفش ايه السبب. اللعبة شدني بطريقة فظيعة. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معايا لعبه غريبه جدا جدا، شفتها على جوجل بلاي، شفت الاعلان بتاعها، شفت صور ليها، ثبتها لكن ولعبتها شويه، لكن انا مش قادر احدد بالظبط يعني ايه هي فكره اللعبه حتى الان. يعني انا زيك عزيزي المشاهد بالظبط مش عارف اللعبه بتتكلم عن ايه، لكن انا بعد ما لعبت شويه اللعبه شدتني جدا. يعني لعبه عباره عن خيال علمي، اكني داخل فيلم، اكني داخل فيلم وانا البطل وعمال بقى ايه داخل في مغامرات غريبه كده. لعبه غريبه جدا، اول مره اشوف نوعيه كده من الالعاب. لعبه اسمها سكاي تشيلدرن اوف ذا لايت، لكن اللي فهمته واضح ان انا دلوقتي في الـ يعني ذا جيت، انا في الهوم دلوقتي في المكان اللي هو الاساسي. انا مش عارف ابتدي منين بصراحه، لكن انا هنا موجود، يعني موجود في اماكن غريبه، جزر من جزيره لجزيره، في زي بوابات بدخل من بوابة أطلع ألاقي نفسي في مكان تاني، ألاقي في جزيرة، ألاقي نفسي في أماكن، في زي يعني بقابل ناس معرفهاش، باخد سكيلز ومهارات كده. يعني ده شكلي أهو، أنا موجود في جزيرة دلوقتي، هجرب إن أنا أدخل للمكان ده مثلاً. زي ما انتوا شايفين الجرافيك بتاع اللعبة جميل جدا، يعني حتى لو تلاحظ العشب اللي في الارض الهواء بيحركه. انا مش عارف انا فين، انا مش عارف ايه المكان اللي انا ماشي فيه ده. في ناس بتظهر فجأة وبتختفي بالطريقة دي كده اهو. قدرت اعرف حاجة، ان انا علشان امشي في الطريق المظبوط بضغط على الشخصية اهو، بيقولك انت علشان تعرف المكان الطريق الصح اللي تمشي فيه اضغط على الشخصية بيعرفك المكان. بقول لك في نجمة هناك اهي، انا هروح لها دلوقتي اهو، هنا الشخص ده. وانا حتى الان مش عارف الاشخاص دي ايه، يعني الاشخاص اللي انا بقابلها دي ايه، هل هم لاعبين، ناس بتلعب، هل هم جزء من اللعبة، هل هم لاعبين زيي، انا مش عارف. والشموع دي بتخليهم يبقوا يعني بهتانين فجأة، بيبقوا زي شبهي كده، الشموع اللي بيولعوها لبعض دي انا مش عارف برضو بتمثل ايه. يعني احاول بقى امشي في الطريق اللي هو يعني قال عليه، هو انا المفروض ان انا امشي كده. بيطير، احب افاجئك ان هو بيطير. طبعا انا يعني انا سايب نفسي للعبة تماما، انا مش عارف انا رايح فين، مش عارف انا رايح فين وجاي منين وايه الغرض وايه الهدف من اللعبة، لكن انا مستمتع جدا وانا بلعب، انا مستمتع جدا. الصوت في ودني رهيب، الصوت في ودني رهيب جدا. انا والله عايز اعلي الصوت شوية عشان تسمعوا صوت اللعبة، بفكر تلبس هاند فري وتعلي الصوت جد صوت للاخر، واسمع شوية وعيش حبة كده مع الساوند بتاع اللعبة والأصوات والموسيقى بتاعت اللعبة.
طبعا بلاقي نفسي يعني داخل مكان، خارج من مكان، داخل في مكان تاني اجمل. انا بقابل حاجات يعني شخصيات معرفهاش وكائنات غريبة معرفهاش، لكن انا مستمتع جدا في اللعبة وعندي فضول اعرف اللعبة دي بتتكلم عن ايه او ايه الهدف منها. انا عندي فضول جدا ان انا اكمل في اللعبة دي بشكل غريب، يعني لعبة شداني جدا. فجأة بلاقي نفسي المشاهد اللي في اللعبة، الأماكن اللي أنا فيها، السكيلز اللي أنا بكتسبها. طبعا أنا كنت بمشي بس شوية لقيت نفسي بطير، وكل ومع الوقت بطير مسافات أبعد، يعني مع الوقت بكسب زي سكيلز كده تخليني أطير لمسافات أبعد. تمام، وأنا بطير في السماء ممكن يعني الطاقة اللي عندي تخلص وأنا طاير في السماء. لو أنت قربت لأي سحابة، سحابة في السماء تشحن الطاقة بتاعتك بحيث تطير أكتر، يعني المسافة أبعد. تقريبا كده برضو في حاجة أنا فهمتها دلوقتي معاكو، طول ما أنا منور كده، طول ما أنا أقدر أتحرك وأطير وأمشي، ولو طفيت هحتاج مصدر يخليني يعني أرجع أتوهج بالشكل ده تاني، والمصادر دي غالبا بتكون الأشخاص اللي أنا بقابلها اللي بتكون متوهجة زيي، أو السحب اللي موجودة حواليا، أو بعض الكائنات اللي موجودة حواليا، نباتات معينة أو حاجات معينة. فأنا دلوقتي واضح إن أنا الطاقة بتاعتي بتقل، فأنا كده بشحنها تاني. أحاول أنا بقى إيه أتوجه بسرعة للمكان اللي أنا عايز أروحه في أسرع وقت. لعبة غريبة جدا وكلها غموض وكلها الغاز. برضو الطاقة عندي ابتدت تقل برضو بسرعة اهي، انا مش عارف ايه السبب. زي ما انتم شايفين كده انا يعني بحاول ان انا ايه اشوف اللعبة اخداني على فين، يعني بحاول اشوف اللعبة بتوديني على فين ومشياني على فين، عايزين اروح فين، طالب مني نعمل ايه. فانا بحاول انفذ اللي مطلوب مني على قد ما بقدر، وانا يعني مستمتع جدا وفي حالة برضو من مستغرب من اللعبة بصراحة، يعني غريبة بالنسبة لي. رهيبة اللعبة، فيها غموض رهيب. انا عارف مش عارف ايه دي، بوابة دي ولا بوابة ايه دي، بوابة الخلود دي ولا بوابة الجنة دي ولا بوابة ايه، حاجات كده باب نور كده وفي مكان مش عارف ايه هو، وانا بطير وبستمد قوتي من السحاب ومش عارف منين، وقوم ولع لك شمعة نورها مستنيك، في عيونه دمعة مسحها بإيديك، حاجات غريبة كده. لعبة غريبة جدا شداني بطريقة فظيعة، يعني عاملة لي حالة من الفضول. أنا عمال مستمر إن أنا بلعب اللعبة، أنا مش فاهم أنا بعمل إيه في الغالب، لكن أنا بعدي فيها مراحل وما زلت مستمر في اللعبة ومكمل فيها. معرفش ليه، معرفش إيه السبب، اللعبة شداني بطريقة فظيعة. أوه فجأة الصخور اتحركت لوحدها، والله أنا وأنا بتكلم معاكو الصخور اتحركت لوحدها وعملت ممر، انا مش عارف اصلا ازاي. يعني ايه انا كده عديت الليفل وانا واقف وانا قاعد بتكلم ما بعملش حاجه، فجاه لقيت الجسر اتبنى لوحده، وفجاه النور عم ارجاء المكان وانقشع الظلام، ولقيت نفسي والاجراس دقت، وايه ده، ايه ده، لعبه اسطوريه، وايه دي، انا دي للبحر دي ولا ايه، دي مخلوقات أسطورية، مخلوقات سحرية. لا بجد لعبة حلوة جدا جدا، لكن بتظل عزيزي المشاهد يعني لعبة يملأها الغموض. زي ما قلنا هنسيب اللينك في الديسكريبشن، ولو حد عنده فكره عن اللعبه دي او كان جربها قبل كده او لعبها يكتب لي كومنت ويقول لي هي بتتكلم عن ايه. اهم حاجه صبعك يروح على اللايك، سبسكرايب للقناه، زر التنبيهات، بص على الحلقات اللي فاتت، شارك حلقه لاصحابك، وتستنى حلقه جديده من جيمر بالعربي. مع السلامه.